مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ضمن تيارات غربية شمالية غربية على حوض المتوسط وكذلك شمال البلاد. السحب ستنتشر تقريبا على كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى المرتفعات والهضاب. هبوب رياح قوية ضمن تيارات غربية شمالية غربية قد تصل 60 كم في الساعة على كل من السواحل الوسطى وكذلك الغربية. سحب سفلى أواخر النهار إن شاء الله ستخص منطقة الواحات. أجواء رعدية على أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتسليق. خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد 7 درجات فقط كدر مقياس على المشرين عامة والبيض. مقاييس ما بين 17 إلى غد 18 درجة على الواجهة الساحلية. ننتظر 19 درجة على تندوف، 27 درجة على الصحراء الوسطى، كذلك ولاية إليزي. ترتفع لغد 29 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض الارتفاع الطفيف على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية لتقارب 30 درجة. ننتظر 26 درجة على وهران، 22 درجة على تيزي وزو، معسكر، غليزان وشلف، 21 درجة فقط على المشرين عامة والبيض. تصل 30 درجة على بشار، 36 درجة على تمن راست وحتى على أدرار، 40 درجة على إنسالح. ترتفع إلى غاية 43 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال اليوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر هائج على السواحل الغربية والوسطى، قليل اضطراب على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة شرقا لكن ستشتد على الواجهة الوسطى وكذلك السواحل الغربية لتصل غاية 50 كيلومتر في الساعة. والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الجمعة اضطراب جوي سيخص الواجهة الغربية وكذلك السواحل الوسطى، احتمال بعض الأمطار أكثر غزارة على الواجهة الغربية خاصة المرتفعات الداخلية تحت وقع الرعود. دائما هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية. الأمطار ستمتد إلى غاية مناطق الجنوب الغربي. درجات الحرارة في تراجع على الواجهة الوسطى والغربية تبقى فصلية على الجنوب. خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله خلال يوم السبت تحسن في حالة الطقس، رغم ذلك بعد انقشاع ضباب على الواجهة الساحلية وكذلك المرتفعات والهضاب فالأجواء تصبح مشمسة مع هبوب دائما رياح قوية قد تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية حتى على المرتفعات الداخلية الغربية. السحب ستنتشر على شمال الصحراء أكثر كثافة على مناطق الجنوب الغربي خاصة على منطقة تندوف، أمطار تحت وقع الرعود، درجات الحرارة في استقرار. خلال بداية الأسبوع إن شاء الله أجواء مغشاة تقريبا على كافة المناطق الشمالية. سحب عابرة ستخص شمال الصحراء أقصى الجنوب لكن أكثر كثافة على منطقة تندوف، احتمال بعض الزخات من المطر تحت وقع الرعود، درجات الحرارة في ارتفاع خاصة على الواجهة الوسطى وكذلك الغربية خاصة على المرتفعات والهضاب.